التقى لواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في العاصمة لندن معالي جيرمي كوين وزير المشتريات الدفاعية، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية للمملكة المتحدة. وقد نوى سموه في اللقاء بعلاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة التي تحرص البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى على بنائها، منوها سموه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تطور مستمر في التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة. ونوه سموه بما يشهده التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من تنام مستمر والعمل المشترك على حفظ أمن واستقرار المنطقة، مشيرا سموه إلى دور الإسناد البحري للبحرية الملكية البريطانية التي تستضيفها مملكة البحرين في تعزيز ذلك. كما تناول اللقاء بحث جملة من التطورات الراهنة إقليميا ودوليا. وأشاد معالي وزير المشتريات الدفاعية في المملكة المتحدة بما حققته مملكة البحرين من تقدم في مختلف المجالات بقيادة جلالة الملك المفدى، مؤكدا حرص المملكة المتحدة على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين في جميع المجالات. حضر اللقاء الأدميرال نيك هين مساعد رئيس هيئة الأركان البحري، القائد البحري الثاني والسيد دومينيك والسون المدير العام للسياسات الأمنية، والجنرال لومير مستشار شؤون الشرق الأوسط والسيد توماس بات.